أعزائي المشاهدين، النهاردة الاقتصاد العالمي مش مصر بس تأثروا تأثر كبير جدا جدا. لو أنت بتتابع البورصات العالمية فالضربة المرة دي جاية من أمريكا، ولكن أثرها مسمع في اليابان. تكنيك صغير كده بسيط خالص أحاول أشرحه لك، يعني لو قدرت أشرح. لو أنت معاك 100 دولار أمريكي بتروح تحطها ودائع في اليابان، تاخد عليها قرض بنسبة 90%، والودائع في اليابان الفوائد بتاعتها ضعيفة جدا، فانت بتكسب الفلوس الكاش اللي تاخدها من البنك الياباني، وفي نفس تلك اللحظة بتدفع، يعني بتاخد مبالغ قليلة جدا للسوق الياباني. ظهرت في هذه الأثناء الغير طبيعية، ظهرت مؤشرات جوه السوق الأمريكي بتقول باختصار شديد جدا أنه حجم البطالة في المجتمع الأمريكي زادت، بقت 4.5%. طبعا احنا مثلا مصر دولة فيها البطالة 15 و20%، دولة متأثرش عادي يعني. في أمريكا، يعني أمريكا عطست، الاقتصاد العالمي كله جاله برد. الآثار الموضوعية البسيطة اللي حصلت هي احمرار الشاشات على كل البورصات العالمية. طبعا البورصة اليابانية لوحدها خسرت ما يعادل 570 مليار دولار في هبدة واحدة في اليوم الأول. الناس بتاعت البيتكوين اللي كان واصل ل 64 ألف دولار، النهاردة نزل ل 50 ألف دولار، واصل ان هو خسر اكتر من 15% من قيمته. الذهب خسر مرتين، مرة على 70 دولار من ثمن المتوسط، يعني اللي هو 2400 دولار ده المتوسط بتاعه، نزل 70 دولار ثم نزل 20 دولار تاني ثم عاد 40 دولار، ففيها حاجات رايحة جاية. البترول خسر، الشركات العالمية أبل خسرت. في رجل أعمال أمريكي باع نص أسهمه وكسب رقم غريب كده 280 مليار دولار، ده رجل أعمال واحد بس. الوضع مش مستقر، وأول آثار جات لنا من تلك العطسة الأمريكية هي إنه الجنيه خسر أمام الدولار الأمريكي 49 قرش، يعني 50 قرش. ده كده أمريكا عطست، بس لسه العالم ما قالهاش يرحمكم الله. يقولوا الحمد لله الأول عشان نقول لهم يرحمكم الله. هم مش هيقولوا الحمد لله غير بعد يومين ثلاثة لما يشوفوا الوضع واصل لفين. أيوه. فهم عطسوا بس كده، إحنا خسرنا نص جنيه في الدولار الواحد. هو للأسف يا جماعة إحنا كنا اتكلمنا من يومين مع حضراتكم، قلنا لكم إن هناك ارتفاع في أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، وان الارتفاع ده وصفته الحكومه بحوالي 25 قرش، لكن بدا يزداد الامر اكثر من 25 قرش، بدا يزداد مع البنوك الرسميه والسعر الرسمي وصل ل 49 وكسور 50، اللي حاجات بسيطه جدا. بكلمك مثلا النهارده يعني عن اكبر البنوك، النهارده بتسجل الاسعار اعلى سعر شراء العمله الامريكيه 49.52 للشراء و 49.62 للبيع، وده طبعا مصرف أبو ظبي الإسلامي. ده في ختام التعاملات النهاردة، وكل هذه التأثيرات يا جماعة زي ما قلنا كده مأثرة على الاقتصاد بشكل كبير جدا، ومأثرة على الأسعار بشكل كبير جدا، بترفع نوع خطير جدا من أنواع المخاطر في الأسواق الناشئة. حتى تستقر هذه الأوضاع، تستقر مع الأسواق وتستقر مع الأمور، ولكن مفيش ثبات وفي نفس الوقت مفيش نزول، لكن في زيادة، هي دي الحاجة الوحيدة اللي موجودة دلوقتي. الزيادة موجودة في كل شيء دلوقتي. يمكن زي ما قلنا الناس اللي كانت عايزة تروح تشتري ذهب وكانت خايفة الفترة اللي فاتت، وقلنا نقعد نصبر شوية يا جماعة عشان موضوع شراء الذهب الفترة دي برضو الأسعار مش مستقرة، وربما الذهب ينزل، ربما الذهب يتحرك سعره. في الأخير النهاردة ارتبك السوق ارتباك شديد جدا، وارتبك المشهد ارتباك كبير جدا جدا، وزي ما قلت لكم الدولار بيقفز حوالي 50 قرش
في يوم واحد تمام الجنيه. خبير الاقتصادي محمد عبد العال بيتكلم في القصه دي عن موضوع انخفاض الجنيه، وبيقول يا جماعه انخفاض الجنيه امام الدولار هو انعكاس لما يحدث في العالم. وخلي بالك في نقطه مهمه جدا، وهي خروج بعض المستثمرين. خروج بعض المستثمرين دي، شيل بعض المستثمرين وقول خروج المال الساخن من مصر. خروج المال الساخن من مصر يا جماعة هيحدث أزمة كبيرة جدا جدا جدا. وهل مصر قادرة على جذب أصحاب المال الساخن مرة تانية، إن هي تبدأ تعلي تاني والدنيا تعلى تاني ويبدأوا هم يضخوا أموال تانية، ولا الموضوع هيبقى فيه انسحاب لهذا المال الساخن اللي للأسف بتعتمد عليه مصر؟ والحكومة المصرية نفسها مرارا وتكرارا ما تحدثت أنها خسرت كثيرا بسبب اعتمادها على هذا المال، وبأن هذا المال لا أمانة له، لأنه بينسحب من السوق في أي وقت وفي أي زمان طالما قرر صاحب المال أن هو يسحب. وتعالوا نسمع الخبير الاقتصادي محمد عبد العال. أنا مطمئن تماما لهذه الارتفاعات، لأن لو لم تحدث يبقى ما فيش مرونة حقيقية لسعر الصرف. احنا بالنادي بحرية وتحرير سعر الصرف تحرير كامل ومرونة كاملة لآليات التعامل مع سعر الصرف. فإذا كانت في ظروف دولية أو محلية بتضغط على الجنيه، فلماذا نخاف من أن هو يتراجع أمام الدولار؟ العالم كله الآن يعيش توتر جيوسياسي يعكس آثاره على كل بورصات وأسواق المال في العالم. فإحنا يجب أن نكون جزء من هذا العالم، وبالتالي عملتنا الوطنية بتتأثر سواء إيجابا أو سلبا. أنا شايف أن الضغوط اللي حدثت دي على الجنيه المصري اعتبارا من يوم الخميس هي تداعيات وانعكاسات لما حدث في العالم، وأحد أسبابها خروج بعض المستثمرين في تخارجهم من أذون الخزانة نسبيا في شرائح استحقت يوم الخميس بمبالغ أدت للضغط على الدولار في اليومين اللي فاتوا، واستمر حتى الآن. قفل يوم الخميس على 48.72 وحاليا 48.83. أنا مطمئن.